أهلا وسهلا فيكم. شكرا لنظارة الفنون للدعوة عشان أحكي اليوم تحت هذا العنوان. الكوت هذا بيجي من بول اللي هو كان من كتاباتهم على الثياتر اوف ذا بريس، اللي هو شخص من البرازيل وعبر عن هذول الأفكار في الستينات. هلا هو كان بده يستعمل المسرح بالنسبة للتغيير الاجتماعي وتغيير سياسي، وهو كان بيشوف إشي مهم اللي هو الجمهور يكونوا spectators، spect actors، اللي هو اللي هم بيقدروا يبعثوا وبيقدروا يشوفوا وبيقدروا كمان يحللوا ويغيروا الواقع اللي هم عايشين فيها. شو ممكن نحن ناخذ من افكاره وقت ما كتب هاي الشيء في السبعينات بالنسبه للفن التشكيلي، وكمان علاقه الفن التشكيلي مع الجمهور؟ هاي المساله الكبيره الموجوده لكل اللي بينتجوا فن، وفي نفس الوقت كيف علاقة الجمهور والمؤسسات مع بعض. واحد من الاشي اللي كتير مؤسسات بيشكوا منه اللي هو وقت الجمهور بيجي بيشوفوا الفن المعاصر بيقولوا والله نحن مش فاهمين هذا الفن. وفي كمان صارت اكثر نقدر نقول فصل بين الجمهور وبين الاماكن للعرض للفن، وقليل العدد اللي هو بيجوا على المعارض. هلا نرجع للسؤال كمان مره، شو الارت؟ educate, inform, organize, influence, incite to action, or should it simply be an object of pleasure؟ هلا خلينا ناخذ اول شيء اللي هو هاي شو الارت؟ educate، هاي هي دورها في التعليم. وإذا هي دورها في التعليم، شو هو الشكل التعليمي اللي هو الفن لازم يكون فيه؟ هل هي دور الفنان يكون مدرس أو يكون يقوم في education؟ عشان تكون فنان هو مبدأ ع ترفض كل شيء بتعرفه، كل تسأل تفتح مسألة في كل اللي أنت أخذته. يعني كل النولج اللي انت اخذته بتفتح مساله حواليه، يعني بدك تكون عندك ثوره على المعرفه تبعك. سو هي في تناقض بوسط الفن وتعليم الفن من بدايتها. عشان اذا مثلا بدنا ندرس فن بطريقه اللي هو الطلاب بس يوصف يصير نسخه عن الاستاذ او يسوي في نفس الاسلوب ونفس الطريقه تبعت الاستاذ، ما هو لها الأهمية تبعت الطالب وإنتاجه إذا هو بس بده يصير يسوي نسخ من إشي من حدا. طيب بدي أكمل في الكوت اللي موجودة وأسأل على الجهة الثانية تبعته اللي هو بيسأل should art inform؟ هاي هي الفن مطلوب منها توصل معلومة؟ هلا من جديد انا بقرا في المواد اللي هي تبع بوريس جرويس، وكثير لفت نظري بعد من الملاحظات تبعته. مثلا هو بيقول في اول القرن ال 21 الفن دخلت زمن جديد اللي هي ماس ارتستيك برودكشن and not only mass art consumption. هلا واحد بيقدر يسوي فيديو ويحطه على الانترنت وهذا الشيء مفتوح لاغلب من الناس. الناس كثير مهتمين يوثقوا حالهم لدرجه في عندهم حوسه في هذا الموضوع. المعاصر معنا اتصال وشبكه ومن خلال اشياء زي فيسبوك ويوتيوب وتويتر بعطي الجمهور العالم طريقة اللي هم بيقدر يورجوا الفوتوز وفيديوز ومعلومات تبعتهم، اللي هو بوجه نظر بوريس جرويس ما بيفرق من الفن المعاصر. So, إذا هيك الوضع هو بيسأل بيقول so, كيف الفنان بده يقاوم أو بده to survive تحت هذا الأجواء.
وكيف كيف بده يبين عمله في هذا في هذا الاجواء. هو بيقول اللي هو حاجه الفنان حاجه للجمهور، وحاجه للجمهور اللي قادر يميز العمل الفني من الاشياء البصريه الثانيه. بس هو في نفس الوقت هو بيقول مثلا اللي هو زي في يعني زي في عرض بس ما في جمهور، ما فيش حدا يشوف الاشياء، يعني نحن كثير نسمع الصوره بس قديش نحن بنقعد وقت معها او قديش نحن فعلا نهتم فيها، يعني زي عندنا كميه بس فعلا عندنا حدا يشوف كل هذا الكميه اللي بتنتجه. اذا بنرجع لموضوع السؤال اللي هو هاي هي الفن مطلوب منها توصلنا معلومه، خلينا نفكر يعني شو هو هذا المعلومه. سوزان هيلا فنانه بتقول الاوبجكتس بيقدر يعطوني معرفه مختلفه وانا بقدر اترجمهم. هي بتقول انا ما بحكي على الفلسفه حول الشيء بس على كيف واحد ممكن يوسخ ايديه، كيف ممكن يكون جوا المواد، وهذا في كلام بيجي وفي احلام وفي الذكرى عن الحلم اللي ممكن يكون كلمه او شكل موسيقى او لون او لمس. هنا خاتون بتقول التجربه الاولانيه تبعت واحد اللي هو بخلي واحد بعدين خياله وافكاره ينطوا ويروح في كل اتجاه، بس اول شيء بيبدا مع التجربه اللي هو هذا الفيزيكال اكسبيرينس. طيب هاي هي الفن لازم تتنظم ولازم انفلونس يعني تسيطر او تحط رأي. وايش معنى هاي الشيء اذا هو نطلب من هاي بدنا ياثر على التفكير او طريقه ناخذ قرارات. جاك رانسيا هلا هو بيقول هلا كيف شو نحن بنوقع من الصوره. مثلا اذا عندنا صوره اللي هو بيورجي ضحايا من تقليد عرق، شو هو دور هذا الشيء يكون على الحيطان تبعت الجاليري؟ اوكي؟ شو بدنا رد فعل الجمهور يكون؟ هاي بدنا اياهم يكونوا يعني يسووا نوع انقلاب على الاشخاص اللي سووا هذول الجرائم، او بدنا اياهم يكونوا عندهم عاطفيا تضامن مع الضحيه، او بدنا اياهم يكونوا زعلانين عشان المصور استقبل هذا الحدث، او بدنا اياهم يكونوا ما عندهم مش يعني احساس كثير تجاه هذا الموضوع. هو المشكلة مش في المبدأ أو الحقيقة الموقف السياسي تبعت الرسالة، بس هو بيقول المسألة اللي هي هاي هي الفن تقدر تطلع في هذا النتائج، يعني شو هو النتائج اللي نحن موقعين من الفن تسوي. نكون صريحين، هاي الفن فعلا تقدر تسوي ثورة؟ هاي فعلا الفن تقدر تغير الناس؟ يعني لازم اللي بننتج فن فعلا نسأل هاي الأسئلة. ممكن نحن حابين الفن كثير أكثر من اللي بيقدر يسوي. هاي هي دورنا. نروح لجين بشا كمان مرة. هلا على هذا الموضوع اللي هو مكمل على موضوع الورجي أمور علاقة بالضحايا أو غيره، اللي هو هي بتقول اللي هو موضوع الفرق الثقافية والهوية مش إشي اللي هي مركزي بوسط الفن، بس هي مربوطة أكثر في نظام الفن اللي هو بيير بوردوار بحكي عليها اسمه هابيتس. أوكي؟ اللي هو كيف نحن بنخلي إشي يكون جوا من ضمننا أو إشي يكون برا. أوكي؟ وهي الإشي اللي بتربط كثير مجتمعات مع بعضها، اللي هو الناس اللي زينا والآخرين. أوكي؟ سو بيقول الفن بتحرك بوسط هذول
افكاره في هاي الطريقه ببني علاقه مع الجمهور. هي بالنسبه نظره موجوده في بريطانيا وتكتب من هناك اللي هو كثير هذا الشيء مربوط مع طريقه نقدر العنصريه من ناحيه اليوروسنتريزم اللي هو اوروبا شايفه حالها اللي هي المركز. اللي هي كله مربوط وكيف نحن ممكن نقيس او ممكن نحط قسم للاخر. اوكي؟ هلا بهذا الموضوع بصفي اذا بنفكر في الفنان اللي هو بيجي من الشرق الاوسط، يعني اذا بدي اجيب مثل، كثير مطلوب من هذا الفنان يمثل الهويه تبعته. يعني وين بيروح وين بعرض يمثل الهويه، اذا على ساحه دوليه هينا بنقول هذا فنان مثلا من فلسطين. هلا ما بنقدر نقول هذا فنان، كل الوقت بدنا نقول هذا فنان فلسطيني او من يعني انسان هاي الشيء، كل الوقت بنربطه مع الهويه. هلا في بلاد ثانيه ممكن ما هو صحيح، هاي حنقول هذا فنان من بلجيكا، هاي فنان من سويسرا، ما بيمشي كثير في الغرب بيستعملوا الجنسية تبعت الفنان، بيهتموا في الإنتاج الفنان عشان القيمة في الإشي اللي هو بينتجه، بس للأسف الفنانين اللي هو نقدر نقول مش في الغرب وبرا ساحة الغرب، كل الوقت تطلب عليهم يسوقوا الهوية تبعتهم، ومن هاي الطريقة بيقدر يفوتوا السوق العالمي، بس هاي فيها هون فيها إشكاليات في الطريقة وشو مطلوب، وبنصير نفوت في موضوع الماركت اللي هو ممكن نفتح نقاش عليه. أغلب من الوقت المطلوب من الفنان في من الشرق الأوسط في الغرب يحكي عن هويته. بصفي مش مطلوب من السوق يكون يحكي عن أمور علاقة. هلا الفن صارت كثير مربوطة مع فكرة اللي هي تبعت السوق الفن. واي فن اللي منتج مش تحت سوق الفن ما بنعترف فيه اللي هو فن. في حال الطريقة نحن كثير بنصفي مهتمين في شو موجود جوا عالم الفن وشو موجود برا عالم الفن. وهي بتصفي نوع سلع اللي هي مش مبسوطة هو بقول، وإذا بتطلع على نقاشاتنا كثير بقول هاي العمل راحت لهذا المعرض، ليش هذا العمل ما شاركش في هذا العمل؟ ليش هذا الفنان راح لهذا المعرض وليش هذا الفنان؟ تصفر كل الوقت اللي هو نحن هذا جوا المعرض ولا مش جوا المعرض؟ العمل مطلوبة أو مش مطلوبة؟ في طريقة بتخلينا كل الوقت نفكر في موضوع العمل الفني كسلعة. هلا بوريس برويس بيكمل وبيقول يعني جزء من الـ 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 الطريقة اللي هو تبعت الفن المعاصر اللي هي قديش هي مربوطة في الماركت اللي هو اللي هي ما بت يعني ما بتعطي صورة عن حالها، هو بيقول الفرق بين الفن اللي هو البروباغندا اللي هو الايديولوجي إلها رؤية وإلها شكل، بس السوق ما إلها شكل بالضبط، عندها إيد مخفية. وهذا الايد المخفيه زي تحت كل الاشياء بس ما عندنا صوره لهذا السوق. ففي هاي الطريقه قادره تشتغل. Okay. السؤال اللي هو بيرجع في اخر الجمله اللي هي هل هي لازم العمل الفني يكون بس هي قطع للمتعه؟ وشو نحن قصدنا في موضوع المتعه؟ هي متعه جماليات او استهلاك؟ وشو علاقتنا فيها؟ بس هو جزء من الشيء اللي هو حاطه في الجمله هذه اللي هو هاي هو الفن لازم يتعلم يتوصل معلومه ينظم وهي شغله اللي هو زي حاطهم عكس بعض في هاي الجمله زي حاطهم عكس بعض وهي هم فعلا عكس بعض. ممكن شيء يعطينا متعه بصريا بس فعلا كمان يخلينا يعلمنا شيء جديد او يوصلنا افكار جديده. فهي هي يعني موضوع القطع الفنية والجماليات تبعتها بقدر يعني جزء من العمل، الاثنين بيروحوا مع بعض مش كل شيء